درسي سجلتمي تكفا إسين سورة نسائيدا آية ترباتمي جهرات أبدي هنغ آية ترباتمي سجل التديمتي جوز شنفا معنى آية تكنا أكن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ور ربيت أمني خرا ربيتي جأنيتي حقا جأنيك أبسوغلا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ور ربيت كفري كان حقا ددو شيطان غرغار أوجتش خرا بدئي جبيس أوجتش أبسوغلا فقاتلوا أولياء الشيطان ور شيطانا تمسو كان هكب الليس أبسو قدون للا أدوهن قموهم نكأباتن اللئ هن صداتنا ربين إسني وججرا إسنتو إسان إنجفتا إن كيد الشيطان كان ضعيفا مل شيطانا هم نت إسا لافتؤو هم نهك آد درد آبتو هندن ديسو همتون ور بدان ور هك أتيادو بلا ربين إسا نتبوس درد آبتو هندن ديسو ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم جَرَلُ لَرَّادَ بَدَّا إِسَانٍ جَأَمِ لَالْتَي أَجَائِبَهِنْ قُونِ كَنْ وَرِّ مَكَّا إِسَانٍ مِيْلُوا إِتِّهَدُّمْ مَيْسِنَانْ إِتِّجَبَيْسِنَانْ يَا رَبِّ لُلَانْ كُفَّارَ إِفِرَّادُ أَوْوِنَا إِذْنِي نُوْقُعِ جَنَّانْ لَكِّسَا كَافِرَ لُلُونْ هِنْ هم نتتيسا هنجبان أبساء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة صلاة زكاة بافتا جنيني لولارا اتفني لالتي حال إساني أجائب هنجوني فلما كتب عليهم القتال دوبا هقا جرسا جهادتي إسان كافنو هقا لولتي درك أمن إذا فريق منهم يخشون الناس قرين وردران يا ربي جهادتي نكاس جئو كفار صداتا كخشية الله أكمك إتآت ربي صداتا إتي أو أشد خشية تكائنما ربّر كفار صداتا حال إساني أجائبا قوني معنان كنا أرمي دران جهاد فهو كان ربين جهانهن قيني أفا جئون هقا جهادتي كافما لينومنيتي ربّ دران كفار صداتا لولا كيستي نؤجيسا إيف حال إساني وانما دنك تكا نما أجب وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال جرس ونجئ يا ربي خين مالف جهادت ندركته جأن دعا صداف أكوان جهاني عمري إسان قبابسو اتفكاته لولا أخرتنا إلى أجل قريب تنافجتش أكجأن يا ربي مالف جهاد نرى واتق بودا آنسن أكا أنني الدنيا آتنك أنانين جأن قل متاع الدنيا قليل جركنان أكجدت كننين الدنيا آتن إسن هوتنيفتن وان إقوهن جر تندفتي أمت والآخرة خير لمن اتقى
qananii aakhiraatu qananii addunyaa irra qananii addunyaa irra caala warra rabbi sodaatuuf walaa tuzulamuuna fatiila waa takka hanga quncee takka haarrii hillee timiraa takkallee hin miidhamtanii namuu waan dalage ni argataa waa xiqqolleen duraan badduu du'a hin sodaatina'a jihaada godhaa waa takka beekaa aynamaa takuunuu yudrikkumul mawt bakkuma jirtan hundatti duuti isin dhaqqabdi walaw kuntum fi buruujin mushayyada odoo dallaya yookaa gibbii yookaa jaarmaya dheeraa jabaa keessa jiraatanille'e lolli du'a namatti hin dhiyeeysu lolarraa dheeysulleen du'a namarraan fageessu namni ta isaa geesse bakkuma fedhee odoo jiraate du'a hin oolu tanaaf jecha du'a soda'aaf qabso'orraa gad hin taa'ina wa in tusibhum hasana ormi yahuda'aa yoo wanni gaarin akka quufaa isaan tuyxe yookaa isaanii argamte yaquulu haadhihi min cindillaah tun rabbi biraa nuu dhufte je'an wa in tusibhum sayyi'a yoommoo wanni hamtuun itti argamte kan akka abaar takka oola'a yaquulu haadhihi min cindik nabi muhammadiin akki je'an balaan tun sababaa keetin nutti argamte je'an qul kullum min cindillaah wanni jarasaniin jettu wanni isin jaalattanii fi tan isin jibbitanilleen rabbumarraayi waa takkalleen fedhii rabbiitin malee hin taatu wannumti argamu hundi waan rabbiin tokkichi uume wanni waa takka uumuu dandayu namni waa takka uumuu dandayu hin jiru isa malee فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما لأرمي أكنا كان وان إسان جأم بيك أتهن إيان مالت إت أرجم مال أرجة ما أصابك من حسنة فمن الله وان قار إرى وان ست أرجمه rabbiitu siin qananiise wamaa asaabaka min sayyi'atin famin nafsika wanni hamtuun yoo sitti argamte kan akka qixaaxaa sababaa ati cubbuu dalagu'uutif wa arsalnaaka linnaasi rasuula yaa ergamaa kiyya muhammad ilmaan namaa qajeelchiifi ilmaan namaa qajeelchiifi si ergine wa kafaa billaahi shahiida akka ati ergamaa taate waaqni yookaa rabbiin ragaa bayuun qofti ni gayaa ragaan biraa hin barbaadamu darsiin 91 tan hiikaa qur'aanaa hangana.